اولا الاسم ديالي ايمان ادينار، صانعه محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك فيسبوك وحتى يوتيوب، وتعرفت بزاف بالوصفات السهله والسريعه واللذيذه واللي كتعتق صراحه لي مامون اكثريه. وبالنسبه للوجبات اللي كنعتمدهم في رمضان، وجبات اللي كتكون فريمون صحيه، وجبات اللي زوينه دايوغ كنبارطاجي مع الناس ديالي كاملين كلشي في لي ريزو سوسيو بيان سور. دونك قلت لك كنعتمد على الوصفات اللي كتكون سهله صحيه وما ديش ليا الوقت، اهم حاجه ان ما تاخذش ليا بزاف ديال الوقت. بالنسبه للتحضيرات المسبقه اللي كنديروها قبل رمضان، بحالي بحال جميع العيالات المغربيه، تسلو، شباكيه، بريوات ديال اللوز، كندير محنشات، هكا المقروط، هذاك الشيء كله كنوجدو في الدار. كيعجبني الحاجه ديال الدار بيان سور، وكتعجبني الحاجه ديال ماما باش ما نكذبش عليك، ماما هي اللي مصايبه ليا سلو هذا العام وكيعجبني سلو ديالها بزاف. بالنسبه لرمضان عاوتاني كنعتمد على الوصفات اللي كيف ما قلت قبل كتكون صحيه، اباز ديال الخضره. وبالنسبه للسكري دائما كيكون لاباز ديالو لي فروي، حيت فريمون كنهملوا هذه القضيه بزاف، كنبقاو عاطين المعجنات وكنساو الكوتي ديال الخضره، ما كنبقاوش ناخذوها، ولي فروي حتى هما ما كنبقاوش ناخذوهم. سينو بالنسبه لي سوب حتى هما مهمين بزاف بزاف ديك لا بيريود، اننا نكثروا من لي سوب ونكثروا حتى من لي جو، حتى العصائر مهمين بزاف. النصيحه ديالي للناس في رمضان هي يحافظوا على الريتم ديالهم، يحاولوا انه واخا يكون رمضان ما يخربقوش الريتم ديالهم، يحاولوا انهم يحافظوا على داك الكوتي ديال الهيلتي اولا ديال الماكله الصحيه، حيت فريمون في رمضان راه كيوقعوا بزاف ديال المشاكل، ماشي غير ليا انا، راه بزاف ديال الناس مشاكل بيان سور هضميه. دونك يحافظوا على الريتم ديالهم، خضيره دائما، الفروي ديما، ولي جو لي سوب. بعدا شكرا بزاف بزاف لو سي تي في على هاد الاستضافه الجميله اللي لهلي خطيكم، وبغيت نبارك العواشر ليكم وللناس الزياولي كاملين، مبروك عواشركم باش ما كتمنوا ان شاء الله بصحيحه والسلامه، الله يدخل علينا وعليكم هاد العواشر باش ما كتمنوا. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، مبروك عواشركم باش ما كتمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. المهم لا غوسيت ديالنا اليوم غتكون سهله ماهله بنينه، غادي نديروا دي كريب سالي اللي غادي نوجدوهم ان شاء الله فوق قياسي، والوصفه كيف ما قلت لكم سهله خفيفه ظريفه ودغيا غدوز. سينو جبت لكم شهيوات من يديا باش تذوقوهم وصافي نبداو ان شاء الله. ياك للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.